أنا باش نختموها نديروها مسك الختام، أرد على العصابة المجرمة، عصابة أولاد الحرام، بأنها تقطع صلة الرحم، أنها تدير النميمة، أنها تدير الفتنة، والفتنة أشد من القتل، وما قتلوا يزدروا الفتنة. واللي حابسين مساكنة هذوك معاهم قولوا لهم شوفوا كلامكم ما يجوزش. مع الجزائريين شفنا شحال من فيديو ما يجوزش. مع المغاربة شوفوا هاد الصور في هذا الفيديو، شاب يعرض على مغاربة بنات وولاد دراهم يوصل لخمسين قيمة 50 يورو، يعرض عليهم وقرا حتى يوصل 100 يورو، قولوا احرق العلم الجزائري ونعطيك الدراهم. شوفوا رد الفعل. أمريكا قلت حرقي على الدرابو تاخذ 200 درهم دابا. لا علاش؟ احنا خاوه خاوه فهمتي، حنا خوت. لا داكشي ما جاش بفلوس، داكشي في الدم فهمتي كيفاش. ما يمكنش تحرق على الدرابو. لا يمكنش. شحال عطيتك اللي عطيتي؟ لا يمكنش. الدرابو ديال الجزائر مرحبا اكيد في امريكا. علاش هادشي؟ باش تحرقيه. لا انفوسي تحرقيه. تاخذ 200 درهم. لا واخا ما عرفتش واش عطيني. نعطيك 500 درهم. هذا ديالنا. ديالنا. لبست هذه بحال لبست المغرب. ممكن نلقى شي واحد اللي يحرق الدرابو ديال الجزائر. أنا صورة. ممكن. صورة كيما هذه. تبون لو روح ترقد على روحك. روح بعيد. شقات له طفلة. غير واحد. ما هي لا ما هي قالت واش ما عندها دبلومات واش ما عندها كذا. مواطنة عادية بس العلم الجزائري قد تنبس على المجزائر كما تنبس العلم المغربي. أو رد على المغرب على عصابة الحرام اللي تحب تنشر الكراهية، تنشر الفتنة، وتنشر الحقد ما بين الشعوب. نزيدو نكملو نشوفو. لا على من الحكم ديال التجربه ديالي انا في الحياه ممكن ما تلقاش شي واحد حيت عرفتش علاش كتهضر راه شي حاجه. شي رساله للشعب الجزائري. مرحبا بكم وشنو نقول لك، كنتمنوا ان يزورونا في اقرب وقت وبركة علينا، وكنتمنوا حاجه واحده تحل الحداد. الترابو ديال الجزائر هاكا شد بيديك امريكا تحرق الدرابو تاخذ 200 درهم. لا ما نحرقوش 500 درهم واخا شحال لا عايشين. علاش؟ حيت خاوه ديالنا هذوك فهمتي، خاوه ديالنا حنايا عايشين نفس الفقر فهمتي، داك الشيء علاش ما يمكنش ليه نحرق. شو تقول لهذوك اللي بغانا نحرقوا؟ واش نقول لهم اخويا هذوك اللي بغانا نحرقوا على ود الفلوس هذوك طماعة فهمتي، وتقدر تجيبهم من وجيبه فهمتي وتلاقاو مع الرجال وداك الشيء واش وقع بيناتهم شي لعيبه. المهم ما نقدرش نحرق. الترابو ديال الجزائر نعطيك بريكا نطلب منك تحرقي هذا الترابو وتاخذي 200 درهم. لا لا ما بغيتش. عطيك 500 درهم. لا ما بغيتيش. حنا كاملين خاوه خاوه. واخا قول لنا شي رساله للشعب الجزائري. خاوه خاوه وصافي. الترابو ديال الجزائر اكيد شتي بيتا مع امريكا. علاش؟ تحرقي على الدرابو تاخذي 200 درهم دابا. لا خويا. علاش؟ خاوه خاوه. ما تخافش 100 درهم. واش دابا راه بحال الراية ديال الجزائر بحال المغرب. شنو تقولي هذوك اللي كيقولوا حنا كنكرهوا الشعب الجزائر؟ علاش؟ ما كاينش هذا الشيء. ما كاينش هذا الشيء، علاش غتكون بيناتنا شي عذاب؟ ما كاينش شي مشكل اصلا. علاش غنكرهم؟ عطيني شي سبب اللي غيخلينا نحرق الراية ديال الجزائر. كاينين شفتي في مواقع التواصل الاجتماعي كتقصد بها، شنو تقولي لهذا؟ هادو كيحاولوا يخلقوا الفتنة، والفتنة أشد من القتل. الترابو ديال الجزائر شت بيتيك بريكا تحرق الترابو تاخذ 200 درهم. 200 درهم ناخذها.
لا ما نحرقوش. اش كيبقى ديال الدرع بغيتي تحرقو؟ ها خمس ديال الدرع. لا لا ما نحرقوش. علاش؟ ها علاش خويا؟ حنا عندنا الفرق بين المغرب والجزائر غير الالوان، يا اما حنا راه بحال بحال، فهمتي خوتنا؟ تا هما هذا فيديو كيما انا نشوفو، عطوه تبوني يشوفو اللحم راه من الشنقريا. شوف شوف كيفاش خود الدرس من مواطنين بسطاء، هاد مواطنين بسطاء ما يدير بوليتيك ما والو. بدي تسخيرة قاتلو الفتنة شدو من القتل، هاي اللي عطاتكم نفس رد الفعل تصيبو في الجزائر وشفناه، ونفس لحم المغرب. ما تقدروش ديروا فتنه ما بين الشعوب، ما بين شعوب وانتم زايلين، انتم تزولوا والتاريخ ما يسولش. ف من بعد تحليل الترك اللي باع الجزائر فرنسا، واللي في 58 صوت ضد استقلال الجزائر في الوقت اللي كان المغرب، ماشي صوت مع استقلال الجزائر، هو محمد الخامس طلع لا تريبيون تاع لونو يدافع الجزائر. لا لا، كانوا فاتحين ارضهم، كانوا فاتحين كل شيء الجزائر، اليوم يجوا عليا ما عندهم حتى علاقه بثوره التحرير، ما عندهم حتى علاقه بثوره التحرير. تبون باباه ما قبلش مد ربع واش مد مغربي للجزائر. اي نعم، جيب لي واحد من عائله تبون دار واش دار محمد الحموتي المغربي تشيغيفارا تاع المغرب، المغرب الكبير. جيب لي واحد من عائلة تبون دار العشر، واحد من الف ملي داروا الحموتي للثورة الجزائرية. روح شوف القائمة تاع المجاهدين المغاربة اللي ماتوا من أجل الجزائر، وشوف كيما تصيب لي واحد اسم تبون مات في الجزائر، جبد لي شهيد واحد اسمه تبون، ولا مجاهد واحد اسمه تبون، بوالدا، لأنهم المعقدة من المغاربة، لأن المغرب وقف مع الجزائر أيام ثورة التحرير، وهذا تبون واللي دايرين به كلهم. ربي يقدر الخير بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام ويعجل برحيل العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذا راح نتكلم على الإضراب في بلاد القبائل باللغة الفرنسية. دونك الإخوان اللي ما يهمهمش باش يسمعوا اللغة الفرنسية، نقول لهم أمنيتكم سعيدة، ونبقاو مع الإخوان اللي حابين يسمعوا باللغة الفرنسية. Hisham Abdul, Hisham Abdul, Sahabi Abdul, Hisham Abdul.